على تسخين الماء فبالتالي يتحول الى بخار فهو هيدروجين. طبعا الماء يحتوي على ذرتين هيدروجين وذره اكسجين H2O. هنا بس اعطيك نظريه عن الماء الساخن. لماذا انا اعطيك؟ يجب لكل اكتشاف علمي ولكل ابتكار علمي يجب يكون يواكب نظريه علميه. انت ورطتك تعرف وين فارس؟ نعم. اذا تكون في مكان وعطشت وقلت لهم جيبوا لي ماي، نعم، عاد بتقول لهم سخنوا الماي. حصل كنت في سنغافوره بالفعل، كنت في سنغافوره وطلبت في ماي ساخن، ما استغربوا عندهم، استغربوا حقيقه يعني حصل استغربوا، قال ما عندنا الا ماي بارد، اعطوني ماي بارد شديد البروده. بس انا ما اريد يعني هذا، اريد من من كرتون اللي هو روم تمبريتشر اللي هو حراره الغرفه. قال ما موجود، ما عندنا الا البارد، بارد شديد البروده. اضطريت الحاله انا عطشان حقيقه ذاك الوقت وكان في عزه الحر وما متوفر ماء ساخن، ولو في عز الحر اشرب ماء ساخن. سبحان الله. استطيع اوضح لك واعطيك ادله علميه. تبي الناس تجرب اليوم؟ حقيقه نصيحه نصيحه للناس يبدؤون يشربون الماء ساخن، يرون الفوائد، وموقع الكتروني موجود. نعم. واستفسارات احنا لان الحلقه ربما الوقت ضيق، ما غير كافي. وفي الاخير ترى ماي، ترى ماي يعني ما لا يحتوي على اي مواد سامه. عشان كذا نقول للناس جربوا ما عليه. بالضبط. ترى في الاخير ماي حصلتوا منه فائده، هذا هو المرجو. بالضبط. ترى واحد ذرتين هيدروجين بيجيب لكم ضرر. بالفعل بيجيب لهم ضرر الماي؟ ابدا، ولا اي دراسات علميه اثبتت ان الماي مضر. اذا ما يصير اي مواد ما يضر. نعم. إذا ما يصير ما يضر. بالضبط. إذا ما نافعك ما يضر. بالضبط. يعني نعم. ترى ماي في الأخير. بالضبط. بالضبط. فخلينا نعم. نجرب ونشوف وهذا نعم. فارس قاعد يقولنا نعم. كثير من الأشياء عندك، بس عشان أيضا الوقت. نعم. مهندس فارس. نعم. إيش عندك شايف هناك عندك أشياء ثانية حقيقة هي تبي تركز عليها؟ نعم 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 حقيقة هذه اللي طبعا ملكية فكرية. نعم. أنت طبعا ملكيتين عن كتابين ألفته. حلو. وهذا حق نركز على الأهم، هذا ملكي فكرة في الفلبين والآن في بريطانيا وفي أمريكا الحمد لله رب العالمين. أصبح حدث عالمي، وهذا تقرير اللجنة الطبية تؤكد الشفاء من جميع الأمراض، أربع أمراض.